افتتاح العيادة الخامسة لمبادرة قدم صحيح في مستشفيات جامعة الأزهر. ابتدينا بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وثم كانت مبادرة قدم صحيح في مستشفى الأزهر بدمياط، ثم مستشفى الزهراء الجامعي، ثم مستشفى سيد جلال الجامعي، ثم انتهاء بمستشفى الحسين بعد تطوير عياداتها. والمبادرة ليس فقط بتقدم الدعم علاجيا، ولكن تقدم الدعم نفسيا أرضا لمرضى، لجزء كبير من المرضى اللي هم بيترددوا على مستشفى الحسين. بقدم لحضراتكم صورة من صورة التعاون ما بين المجتمع المدني ومستشفيات جامعة الأزهر لتقديم خدمة طبية راقية لمرضى القدم السكري. احنا طبعا عارفين ان مرضى القدم السكري مريض يحتاج كل الرعاية، والرعاية دي بتشمل الرعاية الطبية والرعاية المالية والمادية. فبالتالي لما نقدم للمريض ده غياراته واستقباله وكشف عليه حتى الشفاء، فطبعا دي اعتقد انها خدمة طبية متميزة بنشكر عليها المجتمع المدني المتمثل في صناع الخير. النهاردة احنا بنفتتح الغرفة رقم 19 على مستوى الجامعات المصرية، ويعني لدينا شعور بالفخر شديد للتعاون مع جامعة الأزهر ومستشفياتها. احنا خامس مستشفى جامعي تبع مستشفيات جامعة الأزهر بنفتتح فيه حسين الجامعي النهاردة، ابتدينا بسيد جلال ثم الزهراء الجامعي ثم مستشفى أسيوط الجامعي تبع جامعة الأزهر ثم مستشفى دمياط تبع جامعة الأزهر. فدي خامس غرفة داخل مستشفى جامعة الأزهر بنقدم لآلاف المرضى الكشف والتوعية والحد من انتشار مرضى أو الفكرة اللي يمكن بتؤرق المصريين مرض القدم السكري. الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم في أكثر من 25,000 مريض على مستوى 19 مستشفى جامعي بيتم خدمتهم وتقديم لهم الأدوية بالمجان. تكلفة المبادرة يمكن في العامين دول كانوا ما يقرب من 15 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة صناع الخير والشركاء من خلال القطاع المسؤول المجتمعية لدى البنوك والشركات الداعمة. إن شاء الله بنأمل إن احنا هنضاعف الميزانية هذا العام المالي الجديد 24-25 إلى 30 مليون جنيه لخدمة المرضى وتقديم شنط الأدوية بالمستلزمات والغيارات بشكل شهري لحين الإتمام الشفاء. مجلس إدارة حاب يشارك في هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير. المبادرة لها أهداف كبيرة جدا، من ضمنها أن هي التوعية الكاملة لمرضى القدم السكري، أن هي بتقيه وبتحميه من تطور حالته أن هو ممكن يصل إلى حالة البتر. فالحمد لله يعني احنا النهاردة شفنا صرح كبير جدا موجود، شفنا تجهيز غرفة على أعلى مستوى، وبنأمل إن شاء الله استكمال هذه المشاركات مع العديد من المبادرات كصناع الخير والعديد من المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية.